بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رؤيا يقول أم رأت أن ابنها المتوفى جالس في حجرها وهو صغير وجميل جدا. يعني أم رأت أنه كان لها ولد مات، رأته في المنام وهو جالس في حضنها، هو مرة حلو، الله يعوضها خير إن شاء الله. التفسير الله يرزقها مولود أو حفيد على صفة المتوفي، وربما يكون أحلى منه وأجمل. إيش الروابط في هذه الرؤية؟ أول شيء ابنها ميت وشافته في حضنها، معناتها إيش؟ يجي لها مولود أو ولد، سواء عن طريق أولادها أو بناتها. وجدته في حجرها، يعني في حضنها، يعني اتحضنت، بمعنى إيش؟ تعيش وتشوف هذا المولود. وجميل، يعني عاقبته جميلة، وأيضا إذا كان بنت تكون حلوة، وإذا كان مولود ذكر كما هو ظاهر الرؤية أن الله يفتح عليه، والله أعلم.